جملة كده بيقول لك ايه، wake up and smell the coffee، اصحى وشم القهوة. حرفيا ده بالنسبة لي انا لازم اصحى اشم القهوة علشان، او لازم اشم القهوة عشان اصحى، ده مبدئيا. بن مكنة الاسبريسو خلصان خلاص، فمحتاجين نجيب بن جديد. ولو انت ما جربتش الفرق ما بين القهوة اللي هي من البن الاسبريسو تطلع من مكنة قهوة وقهوة سريعة التحضير، فاتك نص عمرك. فرق السماء والأرض، قهوة ومية، تحس كده. والكلام ده موجه لكابتن إسلام أبو عوف، لأن هو ما كانش مقتنع بالموضوع ده لحد ما قلت له وجاب مكنة اسبريسو وبدأ يستعمل بن، يعني بيقول لي أنا حياتي اتغيرت حرفيا. فبس دي شغالة، دي طعمها لذيذ يعني، حلوة فاهم، تشم كده تصحى تقوم واخد لك بق. حتى بص بص مكتوب ايه، اتس كوفي تايم. وزي ما انتوا سامعين طبعا في الخلفية عندنا صوت الشنيورات والمدقات والحاجات دي كلها، وطبعا ده زي ما انتوا عارفين ده جزء من حياتي خلاص، فلازم تتعود عليه. يعني ايه اصور ويبقى فيه هدوء؟ مستحيل. فلازم الواحد يتعود، انتوا اتعودوا وانا اتعودت خلاص. دلوقتي بقى احنا نجهز البري ورك اوت ميل. 3 علب زبادي لايت، سكينتك الزبادي بتاعك، اخرم يا باشا. وعندنا طبعا الستروبري تارت، هو ده الاساس والله. سكوبين حلوين كده، بس كده سناك لذيذة خفيفة، بروتين حلو ويعني قشطة، فيها كالوريز قليلة نوعا ما، يعني اللي هي بشكل أساسي بروتين. فده تعتبر البري ورك اوت ميل بتاعتي. صباح الفل أو مساء الفل على حسب أنت بتشوف الفيديو ده إمتى. ازيكم يا جماعة، معاكم عبد الرحمن من ايفولف. نبدأ الفيديو بقى بداية حلوة، وأدي بداية جامدة. العربية بتقول لي حط بنزين، مفيش مشكلة. احنا دلوقتي الساعة 2 وانا في طريق ان انا اروح اجيب مهاب، وبعدها نطلع على الجيم. والحمد لله يا شباب، الحمد لله الحمد لله، الجيم فتح. مش 100% بس الجيم فتح، فده يعني حدث انا كنت مستنيه بقالي فترة طويلة. فكرة ان الجيم كان نص نص كده كان مخلي الواحد مش عايز يتمرن. ما فيش سبب يخلي الواحد يتمرن، عارف احساس كده بتاع تمرنت الفترة اللي احنا كنا فيها في الحظر، اللي هو انت كنت في الاول متقبل الموضوع، بس لما دخلنا شهر في التاني في التالت الموضوع مسخ. هو ده كان نفس الاحساس بالظبط. فالحمد لله الجيم فتح. هنشوف بقى حوارات التصوير والحاجات دي، المفروض احنا في السليم بس كله ايبان يعني، هنروح ونشوف. حاجة بقى يا شباب ليها علاقة برضو بان الجيم فتح، وانا هبقى هجيب لكم للاخر وهبقى صريح معاكم 100%. الفترة اللي فاتت لأسباب كتير مش هخش في تفاصيلها، أنا ما كانش ليا نفس لا أتمرن ولا أعمل دايت ولا ألتزم ولا أعمل أي حاجة. وحسيت إن أنا محتاج فترة إن أنا أفصل فصلان تام. فأنا بقالي فترة كبيرة حتى مش بحسب الماكروز والكالوريز بتاعتي، باكل بشكل حدسي لا أكتر ولا أقل. مش مهتم قوي انا شكل جسمي عامل ازاي دلوقتي، مش مهتم قوي تمريني عامل ازاي دلوقتي، بس كنت بروح اتمرن. ويعني من الاخر كده مخلي الجيم والحاجات دي في الحياه، بس كنت محتاج ان انا افصل بالطريقه دي فعلا فعلا فعلا. ان انا اصلا ما كانش ليا خلق ولا كان ليا نفس ان انا اعمل حاجه زي كده، وانا كنت واخد القرار ده ومتحمل نتائجه. يعني انا مش بعمل كده وانا مش واخد بالي، انا بعمل كده وانا عارف انا بعمل ايه، لان انا ببص على الموضوع من الاخر كده لقدام، انا عايز افضل بعمل ده على طول. فمش عايز اقرف نفسي من الجيم واحس ان انا مش طايق ان انا اعمله. فمن الاخر النهارده كده مع فتحة الجيم والدنيا كده، الواحد عايز بقى ايه، يرجع بقى يظبط الدنيا. فده زي كده خلينا نقول ايه، اول يوم انا هرجع بقى احسب الماكروز بتاعتي عدل،
نتمرن عدل، نحسب التمارين بتاعتنا، نكتب الاوزان، نظبط الدنيا، اللي هو نخش في المود تاني، عشان الواحد عايز يعمل يعني، خلينا مش عايز اقول كومباك، بس عايزين ناخد كده فتره بادي ريكومبوزيشن محترمه. انا كده كده متوقع ان انا خسيت عضل في الفتره دي، فانا عايز ارجع بقى ايه، نظبط الدنيا، نزيد شويه عضلات، ننزل شويه دهون، وايه نظبط كده الدنيا ونظبط كل حاجه. واحد عايز ايه يبقى ممكس كله مع بعضيه. وحكمان انا بقالي تقريبا كده ايه حوالي اسبوعين بلعب ملاكمه، فدي برضو حاجة أنا عايز أدخلها في الموضوع، عايز أحافظ عليها. بتمرن مرتين في الأسبوع، كان نفسي أصور لكم حاجة ليها علاقة بالملاكمة وبتاع، بس أنا لسه بظبط مع الكوتش من ناحية التصوير والحاجات دي. تعرفين يا جماعة التصوير ده حاجة محرمة دوليا، فلازم إيه الواحد يظبط الدنيا. بس أول ما أظبط حاجة زي كده إن شاء الله، إن شاء الله هنصور وأوريكم التمرين بتبقى عاملة إزاي. فالواحد عايز يبقى إيه عامل هايبرد كده، يظبط الجيم في نفس الوقت يبقى أحسن في الملاكمة، وإنت فاهم تعمل كومبينة كده محترمة، تبقى شكلك حلو وتبقى عندك فانكشناليتي تقدر إن إنت تعمل حاجة مختلفة غير إن إنت بس تشيل حديد. بس حبيت إيه أديكوا إنترو كده عشان تبقوا فاهمين إحنا الدنيا عاملة إزاي، فيلا بينا كده نروح نجيب مستر مهاب. طيب يا شباب، احنا دلوقتي على الروف بتاع الجيم، ففي ملعب بادل جنبينا وبتاع الجيم. نوعا ما فتح نص نص زي ما قلنا، لسه بيقولوا جراند اوبننج ممكن يبقى على اول السنة، هنشوف. بس يعني جزء كبير من الجيم فتح، وهنتمرن في فلور عدل، وهيبقى فيه اجهزة الواحد يقدر بقى ان هو يتمرن تمرين عدل. الواحد كده كان ايه بيمشي الدنيا، فخلاص كده مفيش حجة مستر مهاب ان الواحد ما يتمرنش عدل. فهنكتشف بقى لو في اجهزه ما لعبناش عليها النهارده، ايه اللي احنا هندخله في التمرينه بتاعتنا، ايه اللي احنا مش هندخله، ايه الاجهزه الكويسه، ايه الاجهزه الوحشه. انا النهارده المفروض عندي تمرين تشيست وظهر، فاحنا هننزل دلوقتي الفلور اللي فيه الجيم، شوف ايه الدنيا. انا عارف الاستراكشر الاساسي اللي انا هتمرن بيه، بس لو في حاجه لقيت ان انا لا هي احلى، هي بلاش دي او نحط دي او نعمل كده، هنظبط الدنيا، علشان عايز كده على اخر الاسبوع ابقى عارف انا التمارين اللي هتمرنها، اكسرسايز سيلكشن بتاعي بقى عامل ازاي والحاجات دي كلها. فيلا بينا نخش على التمرين. فورم اب اظن انتوا عارفين. Senoritas going low go shake it shake make it bounce like a pogo all my haters see rojo they big mad cuz they coming up short like frodo activate the beast mode i keep it hot give your brain a heat stroke you ain't a big shot you some basic b roll the world is mine like my name's pacino hey it's nico i guess i'm back catch me in the fast lane on the right track and my shorty is a 10 like a dime bag got me feeling like a milli check the price tag got the party jumping like criss cross got the gold chain and the wristwatch pull up on the scene like a big shot EDM and hip hop ain't no time for piss stop تسعة زي التوب 6، حاولت اجيب العشرة بس ما جاتش، بس قشطة شغال يعني. النقطة اللي انا هبدأ اقيس منها ان شاء الله على الاسابيع الجاية، ان شاء الله الاوزان دي هتتكسر قريب باذن الله. عندنا بقى اول تمرين الظهر، ودي تمرينة نفسي اتمرنها من زمان، وهي تشيست سبورتد تي بار رو. هنخش على الجهاز نجربه ونشوف كده هنلعب بوزن عامل ازاي. فيلا بينا على اول تمرين الظهر. يا رب تكونوا سامعيني وما ناخدش كوبي رايت يا رب. تقريبا الوزن كده هيبقى لذيذ، فهنخش كده هنحاول نعمل توب 6. اسكتي شويه بقى قلنا. يلا بينا. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senoritas going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot. Give your brain a heat stroke. You. غالبا عقبال ما اتعود على الجهاز ازود وزن الاسبوع الجاي كده كده، بس حلو فشخ. كان بقالي كتير ما حسيتش بالأوبر باك شغال عدل، ف زي الفل. اسجل الاوزان بقى. تاني تمرين تشيست فلات على الماشين برضو، توب ست وباك اوف. I got the juice like a snow cone Ice in my veins and a cold flow I'm getting cash overseas by the boatload You wanna ride my wave, that's a no-go Shake it, shake Senoritas going loco Shake it, shake Make it bounce like a pogo All my haters see rojo They big mad cause they coming up
I'm short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a bitch. تاني تمرين الظهر احنا لعبنا تمرين الترو سحب عالي شوية، فكده احنا بنشغل الظهر العلوي وبنشغل كتفنا الخلفية. دلوقتي احنا هنلعب لورو اللي هو بنسحب لتحت، فهنشغل المجنس من تحت. فاحنا كده نبقى ايه، لعبنا ظهرنا من فوق وهنلعب ظهرنا من تحت. حاجة مهمة قوي في التمرينة دي ان انت تركز في الفورم، ما تعنتلش الوزن وإلا انت مش هتستفيد بحاجة. فيلا بينا هوريكوا تركاية كده، ان انت وانت بتلعب حاول تميل عمودك الفقري ناحية اللات اللي انت بتلعب عليه. فانا مش هلعب كده، لا انا هميل كده سنة الاخر. حاول تتخيل ان انت بتخلي كوعك يوصل لعمودك الفقري، انت كأنك بتسحب كده، وده طبعا مش هيحصل لان انت ماسك هنا، بس تخيل ده وانت بتسحب لورا، هتحس ان ظهرك ده اللاتس بتاعتك من تحت مولعة. I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senorita's going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico. I guess I'm back. يا جماعة أنا وحشني الكيبل، هعرف أتمرن دراعي دي، بس في مشكلة بس إن الكيبل ده يعني بولي فوق وبولي تحت، مش بتطلع وتنزل. وحشني اللات بول داون ده والله. هنكتشف برضو الاوزان فيه عاملة ازاي. سلام يلا بينا مستر مهام. Follow my vision, no time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but I focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change. آخر تمرين الظهر straight arm push down. دي تمرينة مش بتاعت أوزان، هي بتاعت إن أنت تركز إن أنت تشغل ظهرك. دي الفينشر بتاعتنا بتاعت التمرينة بتاعت النهاردة، ونبقى إحنا كده خلصنا. فيلا بينا نخش مجموعتين هاي الريبس 15 ل 20 عدد. Run circles, run these rappers till my shit splits. You a little late to the party, baby, I've been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like. بس كده شباب، دي تعتبر كده أول تمرينة عدلة في رحلة الكومباك. مش عايز أقعد أقول كومباك ومش كومباك والجو ده، أنا لا، بس هرجع أنتظم، وأنا حاسس إن أنا عندي النفس ان انا اعمل كده دلوقتي، جيم وبتاع والدنيا مظبوطه. فان شاء الله خير، ان شاء الله نظبط الدنيا. ومش عارف الاقيها في البيت ولا فين من صوت الحاجات اللي بتتبني، بس مش مشكله. تعالوا يلا بينا. عندنا هنا نص كيلو شيش، دول تقريبا 350 جرام. عندنا التوميه، عندنا العيش والرز. انا اللي انا هاكل النهارده الفراخ وجزء من الرز، حتى مش الرز كله. ليه؟ عشان الكالوريز يا اخي، عشان الكالوريز بتاعتنا. فبس ومهاب نفس الكلام، بس هو مش نفس الكلام قوي في حته الكالوريز دي، هو هيمسح الطبق ان شاء الله. فالماكروز والكالوريز بتاعه الوجبه دي هتبقى موجوده هنا. جي 7 اكس، لا دي جي 9 اكس من غير الشاشة. ده مختار، ده اجمد فيديوغرافر في مصر. ومعنا اياد نصار سي اي او اوف افريج 5. يا شباب افتح كده، افتح. ايه كيس الزبالة ده يا رامز؟ ده ايه اياد برضو؟ ده كنز ايفول. ايدك يبقى ده معناه ان في ايه، في كونتنت على انستغرام قريب. لا لا استنونا، صح استنونا شباب الافريج 5 واستاذ مختار. انا هاخد ده. ماشي.
لا اقفل خلاص. لا الراجل ده هتشوفوه جيم فيديو في الاخر. جاحد صراحه انا اللي مصوره. ايوه مختار اللي مصوره بالظبط كده. انا كده هدخل الفت بسلام. انا شايف ان خليني مختار. ايوه يعني انت بروفيشنال فشخ بس الكاميرا دي مسوحاك صح؟ هي مش بتفوكس ليه بس؟ اوتو فوكس. مش بتفوكس ليه؟ مش يا جماعه خلاص. حرقت حرقة غبية جدا. التوست كان في الفريزر حطيته في الميكرويف ونسيته. هي تقريبا التوستها صغرت 30% من حجمها بس مش مشكلة وغالبا هتجلد بس مش مشكلة. مش مشكلة. المهم الكالوريز والماكروز بتخش وقتها موجودة قدامك على السكرين. طيب يا شباب خلينا اقول لكم الكالوريز والماكروز بتاعتي اخر اليوم. 40 جرام فات، 130 جرام من الكارب، 190 جرام من البروتين، وده تقريبا رينج الكالوريز والماكروز اللي انا همشي عليها الفتره الجايه. التغييرات في جسمي هتبقى يعني مش هقدر احكم عليها بالميزان بس طبعا لكذا سبب. اول حاجه ان كواليتي التمرين الفتره اللي فاتت ما كانتش احسن حاجه، فلما ارجع اتمرن الدنيا هتبقى ظابطه اكتر. نسبه البروتين هرجع اركز فيها واكل كويس، وفي نفس الوقت رجعت انتظم في الكرياتين. وللي ما يعرفش الكرياتين بيساعدك ان انت تبقى فولر، يعني عضلاتك نفسها تبقى فايقه اكتر، وده بيحصل عن طريق ان جسمك بياخد فلويدز او سوائل اكتر جوه العضلات، حاجه اسمها انترا ماسكولار ووتر ريتينشن، يعني حبس ميه جوه العضلات. تلاقي العضله كده ايه مليانه، وده بيرفلكت في وزن جسمك، بينعكس في وزن جسمك، فبالتالي في متغيرات كتيره قوي بتحصل. فانا حكمي بشكل اساسي هيبقى على شكلي، مقاساتي، وفي نفس الوقت قوتي في الجيم. كل دي حاجات هتظبط الدنيا. انا شخصيا حاسس ان انا كده ايه متحمس، خصوصا كمان مع تمرين البوكسنج. انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط مع الكوتش هناك ان احنا نصور حاجه. لسه ما اقدرش اوعدكم بحاجه، انا عرضت عليه وهو قال لي انا هفكر، فعايزين نشوف الموضوع ده فاوريكم الدنيا تبقى ماشيه ازاي. انا بتمرن يومين بوكس ولسه هشوف هتمرن 4 ولا 5 ايام في الجيم على حسب الريكفري بتاعي وعلى حسب الاستشفاء. فطبعا الواحد كده ينظم وقته ويظبط الدنيا، فبالتالي يبقى فيه اكتيفيتي مختلفه، الواحد برده يتحسن في البوكسنج فيبقى فيه بروجرس في حته تانية، وفي نفس الوقت يبقى فيه بروجرس في الجيم، فيبقى ميكس كده. وان شاء الله ايه نعمل ايه، يبقى فورمه حلوه وفي نفس الوقت الفورمه دي بتعمل حاجه. احاول على قد ما اقدر ان انا انتظم في البوكسنج يا مسهل، ان شاء الله خير. وبس عايز اخد الموضوع ايه بشكل بوزيتيف بشكل ايجابي. المنتال بريك ده كان لذيذ بس الواحد عايز يرجع ايه يودي تاني. يا شباب كريا جوت، كريا بيور، لو انت لسه ما جربتوش او لو انت لسه ما اشتريتوش او لو الكرياتين اللي عندك خلص تقدر تخش تجيبه من عندنا على الويب سايت. عندك يا اما تشتري واحد او تشتري اتنين بيبقى عليهم ديسكاونت، بيبقى بندل، وممكن تزود عليهم كمان الديسكاونت بتاع الكود بتاعنا اللي هو Evolve10. وده يا شباب بالنسبه للفلوجز، هدخلكم كده في الدنيا، هقول لكم البروجرس الدنيا ماشيه ازاي وهكذا، واخدكم معايا في الرحله. ولو في حاجه عايزيننا نشرحها اكتر، سواء انا بعمل ايه بالظبط، اخش في تفاصيل اكتر في حاجه معينه في التمرين، في حاجه معينه نيوتريشن، ايا كان اكتبوا لنا تحت في الكومنتس وهنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه. وده يا شباب كان الفلوج بتاع النهارده، وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك وتسيب لنا كومنت، وفي نفس الوقت تشغل جرس النوتيفيكيشنز لو مش مشغله، ولو عامل سبسكرايب شغله يعني من الاخر. لو مش عامل بقى اعمل سبسكرايب وشغل جرس النوتيفيكيشن. احنا كده كده يا شباب هتلاقي فيديو كل يوم جمعه الساعه 4 ان شاء الله. وكده يا شباب يبقى الفلوج بتاعنا خلص، هشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.